السلام عليكم، هل تعتقدون أن اللغة الألمانية هي لغة صعبة؟ لا، معنا سوف تتعلمون بسهولة. والآن إلى الفيديو. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. في درس سابق أخذنا وصف الصورة في مستوى أتسفاي، يعني مستوى أتسفاي هو المطلوب، يعني أن نذكر ماذا نرى في الصورة، مثلا الأشخاص، كم عدد الأشخاص، ماذا يرتدون، الألوان، وماذا يفعلون، يعني هكذا. في مستوى البي 1 بي 2 هو المطلوب، يعني أكثر من هذا المطلوب أن نتكلم أيضا عن أشياء يعني ليست في الصورة، يعني أن نتحدث عن أشياء مثلا شبيهة، أو مثلا هذه الصورة تذكرني بشيء ما، ونروي يعني قصص قصيرة لها علاقة يعني بالصورة، يعني هذه الصورة تذكرنا بقصص مثلا قديمة، أو بأشخاص معينين، أو بمواقف مثلا معينة، يعني هذا هو الاختلاف. B1 B2 يعني يجب أن نشغل الخيال ونتكلم يعني عدة مواضيع، ونختار يعني كلمات تكون يعني مستواها أعلى من مثلا مستوى الأينس والأتسفاي. سوف أريكم في البداية لمستوى أتسفاي يعني ما هو المطلوب، وبعدها سوف نشرح عن الصورة بمستوى B1 B2. فلنبدأ. لتسهيل وصف الصورة نقسم الصورة إلى عدة أقسام: rechts يمين، links يسار، im Hintergrund أو hinten يعني خلفية الصورة، im Vordergrund أو vorne يعني في مقدمة الصورة، in der Mitte في المنتصف. فأول شيء نقسم الصورة هكذا: rechts، links، im Hintergrund، im Vordergrund، Mitte. يعني قسمنا الصورة، والآن السؤال: ماذا نرى في الصورة؟ Was sehen wir؟ ماذا نرى؟ Sind das Personen؟ يعني هل ما نراه أشخاص؟ Sind das Gegenstände؟ هل هي أشياء؟ Wo ist das؟ المكان يعني. Sind das Personen؟ Wie viele Personen؟ يعني هل هؤلاء أشخاص؟ وكم هم؟ Sind auch Kinder dabei؟ يعني يوجد أطفال؟ Frauen oder Männer؟ Jungs oder Mädchen؟ يعني رجال أو نساء؟ أطفال، بنات أو أولاد. Die Kleidung يعني الملابس، ماذا يلبسون. الألوان، die Farben، welche Farben، أي ألوان يرتدون. يعني معلومات عامة عن الشيء الذي نراه في الصورة، يعني مكان الصورة، ماذا نرى في الصورة، هل هم أشخاص أم أشياء، ما هي الملابس التي يرتدونها، وما هي الألوان مثلا، ماذا نرى في مقدمة الصورة، ماذا نرى في خلف الصورة، اليمين والشمال، وهكذا. فلنبدأ بوصف الصورة. هنا كما تشاهدون نشاهد رجل وامرأة وولد وبنت، والواضح بأنها عائلة ويتناولون الطعام في المطبخ. فسوف نصف الصورة الآن، سوف نصف ماذا نرى. سوف نبدأ هكذا فنقول: Ich sehe vier Personen. Ich sehe vier Personen. يعني أرى أربعة أشخاص.
Einen Mann, eine Frau, einen Jungen und ein Mädchen. يعني رجل امرأة وولد وبنت. طبعا هنا قلت einen Mann, einen Jungen, لأنه أكوزاتيف، يعني الشيء الذي نراه دائما يقع بالأكوزاتيف، فلذلك نقول einen Mann, einen Jungen، لأن من تأخذ der وder بالأكوزاتيف تصبح den، ويونجه أيضا تصبح den بالأكوزاتيف لأنها تأخذ der. Ich glaube, dass das eine Familie ist. Ich glaube, dass das eine Familie ist. يعني أعتقد أن هذه عائلة. Alle Personen lächeln. Alle Personen lächeln. يعني جميع الأشخاص مبتسمين. Sie sitzen am Tisch in der Küche. Sie sitzen am Tisch in der Küche. يعني جالسون حول الطاولة في المطبخ. Rechts im Bild sitzt ein Mann. يعني على اليمين في الصورة يجلس رجل. Trägt einen schwarzen Pullover. يعني هو يرتدي كنزة سوداء. Vor ihm auf dem Tisch liegt ein Teller. يعني أمامه على الطاولة يوجد صحن. Im Teller sind Kartoffeln, Tomaten und Salat zu sehen. يعني بالصحن نرى بطاطا وطماطم وخس. In der Mitte rechts sitzt ein Junge. يعني في المنتصف على اليمين يجلس الولد. Trägt ein kariertes Hemd. يعني يرتدي قميص فيه مربعات أو مبرقع. Das Hemd hat verschiedene Farben. يعني والقميص فيه ألوان مختلفة. Rot, weiß, schwarz, grau. أحمر, أبيض, أسود ورمادي. Vor ihm liegt ein Teller auf dem Tisch. يعني أمامه يوجد صحن على الطاولة. In dem Teller sehe ich Kartoffeln, Tomaten und Salat. يعني أمامه في الصحن أرى بطاطا, طماطم, طماطم, خس. In der Mitte links sitzt eine Frau. Die Frau trägt einen blauen Pullover. يعني في الصورة على اليسار بالوسط على اليسار تجلس امرأة وترتدي كنزة زرقاء. Auf dem Tisch vor ihr liegt ein Teller. يعني أمامها على الطاولة يوجد صحن. Ganz links im Bild sitzt ein Mädchen. يعني في اليسار أقصى اليسار من الصورة تجلس فتاة. Das Mädchen trägt einen roten Pullover. يعني الفتاة ترتدي كنزة حمراء. Auf dem Tisch vor ihr liegt ein Teller. يعني أمامها على الطاولة يوجد صحن. وفي الصحن in dem Teller sehe ich Kartoffeln, Salat und Tomaten. Auf dem Tisch vorne sehe ich Brot, Tomaten, Salat und ein Glas Wasser. Und in der Mitte sehe ich ein gegrilltes Hähnchen. يعني على الطاولة في الأمام أرى طماطم, خبز, خس و
كأس من الماء، وفي الوسط أرى دجاج مشوي. Hinter dem Hähnchen sehe ich eine Wasserkanne. يعني وخلف الدجاجة أرى إبريق ماء. Im Hintergrund, in der Mitte, sehe ich eine Mikrowelle, einen Wasserkocher und einen Schrank. يعني في خلفية الصورة في الوسط أرى ميكروفيلا يعني مايكروويف بالإنجليزي، يعني لا أعرف بالعربي، لا أعرف يعني هل يوجد اسم بالعربي، لا أعرف. مايكروويف بالإنجليزي، بالعربي لا أعلم، بالألماني ميكروفيلا. وأرى خزانة وسخان ماء، سخان ماء الكهربائي. Wasserkocher. Oben an der Decke hängt eine Lampe. يعني فوق في السقف معلق مصباح. Im Hintergrund rechts oben im Bild hängt ein Schrank an der Wand. يعني في خلفية الصورة فوق على اليمين توجد خزانة معلقة على الحائط. Unter dem Schrank sehe ich einen Wasserhahn. يعني تحت هذه الخزانة أرى حنفية ماء. Unter dem Hahn sehe ich einen Schrank. يعني تحت الحنفية أرى خزانة. Im Hintergrund ganz links im Bild يعني في أقصى اليسار من الصورة في الخلفية sehe ich eine Tür. أرى باب. Neben der Tür sehe ich einen Fernseher. يعني بجانب الباب أرى تلفاز. هذا الوصف كان يعني كافي لمستوى A2. والآن لمستوى B1 B2. يعني ما ذكر قبل قليل يعني نستطيع أن نقوله، ولكن نحن نريد أكثر من هذا. نريد أن نشرح عن أشياء يعني من وحي الخيال. فنقول هنا مثلا Ich sehe eine Familie. Die Familie scheint glücklich zu sein. Scheint glücklich zu sein. يعني الظاهر بأن هذه العائلة عائلة يعني سعيدة. Ich glaube, sie unterhalten sich über etwas Lustiges. يعني أعتقد أنهم يتحدثون عن شيء يعني مضحك. Die Familie scheint wohlhabend zu sein. Die Familie scheint wohlhabend zu sein. يعني الظاهر على العائلة بأنها يعني عائلة غنية. Die Küche ist groß und geräumig. المطبخ كبير وواسع. So eine Küche hätte ich gern gehabt. يعني أود لو عندي مثل هذا المطبخ. Vielleicht arbeitet der Mann als Arzt oder Ingenieur. يعني ربما يعمل الرجل كطبيب أو كمهندس. Das Essen sieht feierlich aus. Das Essen sieht feierlich aus. يعني الظاهر بأن هذا الطعام هو طعام يعني احتفال، يعني كأنهم يحتفلون بشيء. Vielleicht feiern sie Weihnachten. يعني ربما يحتفلون بعيد ميلاد المجيد. Das Essen erinnert mich an früher, als ich bei meiner Familie gewohnt habe. يعني هذا الطعام يذكرني بالماضي عندما كنت أسكن مع عائلتي. Meine Mutter hat uns immer was Leckeres gekocht. Für mich war sie die beste Köchin der Welt. Für mich war sie die beste Köchin der Welt. يعني بالنسبة لي كانت هي أفضل طباخة في العالم. Manchmal habe ich meine Mutter im Haushalt geholfen. يعني أحيانا كنت أساعد أمي في الأعمال المنزلية. Das ist eine kleine Familie im Gegensatz zu meiner Familie. يعني هذه عائلة صغيرة يعني بالمقارنة بعائلتي.
Ich habe vier Brüder und eine Schwester. يعني عندي أربعة أخوة وأخت واحدة. Das erinnert mich an die guten alten Zeiten. يعني هذا يذكرني بالأوقات القديمة الجميلة. Ich muss bald meine Familie besuchen. Ich muss bald meine Familie besuchen. يعني يجب علي قريبا بزيارة العائلة. يعني هكذا نستطيع أن نشرح عن الصورة في مستوى B1 B2 يعني قصص يجب عليكم تأليف قصص إضافية للصورة وتختارون يعني كلمات مستواها أعلى من مستوى A1 A2 أتمنى للجميع دوام التوفيق ولا تنسوا مشاركة القناة شكرا للجميع والسلام عليكم ورحمة الله